طيب يا سيدي نبدأ. بسم الله. والله الصراحة أنا مش عارف أقول إيه، يعني أنا مش عارف أقول أنا متحمس ولا محبط ولا إيه. بس سامسونج النهاردة بتعلن عن أجهزتها القابلة للطي. سامسونج يا جماعة عملت شوية تغييرات في الفولد 6، مطلوبة جدا. الجالاكسي زي فولد 6 دلوقتي بقى أقصر وأعرض، وبقى بيجي ببعض مزايا الذكاء الصناعي المقلدة وكمان بعض التطورات التانية. لكن الفليب 6 هو نفس الموبايل بس غيروا اسمه وضافوا له بعض الحاجات البسيطة. يلا بينا نتعرف على أجهزة سامسونج القابلة للطي لعام 2024. بيقول لك بقى النهارده سامسونج بتعلن عن الجالاكسي زي فولد 6 والجالاكسي زي فليب 6 وبعض الاجهزه الثانيه اللي هنتكلم عنها في فيديو تاني. دلوقتي هيكون في فيديو هين، فيديو هينزل الفيديو اللي انت بتشوفه ده بنتكلم فيه عن الاجهزه القابله للطي، الجالاكسي زي فولد 6 والجالاكسي زي فليب 6، وفي فيديو تاني غير الفيديو ده هنتكلم بقى فيه عن كل الحاجات الثانيه، الجالاكسي بود 3 برو، لوتش 7 الترا، والخاتم الجالاكسي رينج. هسيبه لكم في الاي اللي فوق. في نفس الوقت نتفرج فيه على الفيديو ده، هيكون الفيديو الثاني برده موجود. خلينا بقى نتكلم عن الاجهزه القابله للطي الجديده، ونبدا مع الجالاكسي زي فولد 6 اللي الحقيقه اتطور بس ما اتطورش. يعني كان نفسنا يجي ببعض التطورات المهمه، زي مثلا ان ابعاده وتصميمه تتغير بالكامل. هو الحقيقه ما اتغيرش كتير، هو اللي اتغير فيه بعض الحاجات البسيطه، زي مثلا ان الشاشه بقت اقصر شويه واعرض، ده بيوفر سطح خارجي للعرض اكبر، مع ان نفس الشاشه الداخليه موجوده بنفس الابعاد تقريبا مع اختلافات طفيفه، بس في الشاشه الخارجيه الابعاد العرض بقت مختلفه اكتر، وده بيقرب مثلا الجهاز ده لحاجه زي البيكسل فولد او الوان بلس اوبن او الحاجات دي في الابعاد، بس مش قوي. يعني هو بيسموه ايه، رقص على السلم، لا منه طويل ريموت زي الاول ولا منه قصير خالص زي البيكسل فولد او اشباهه. الحقيقه برضه ده تغيير كويس. دلوقتي شاشه الجالاكسي فولد 6 بقت اسطع، سطوعها بيوصل ل 2600 نتس بدل 1700 الجيل اللي فات، هذا فرق كبير. وبقى زي الـ S24 الترا، هذا شيء مرحب بيه يعني، وشيء يتلاحظ على الرغم من ان هما ما استخدموش نفس الطبقه الانتي ريفلكتيف بتاعه الـ S24 الترا، فبرضه لسه هنا في الشاشه الداخليه بيبان بصمات، ولسه برضه الكريس او الجاب ما اختفاش بنسبه كبيره، يعني ما اختفاش تماما. من اهم التغييرات كمان اللي جت على الجالاكسي زي فولد 6 بروسيسور، دلوقتي بقى عندك سناب دراجون 8 جن 3 في كل حته. طبعا كالعاده ما فيش بقى اكزينوس ولا الكلام ده كله. عندك 12 جيجا بايت من ذاكره الوصول العشوائي رام، مساحه 256 او 512 جيجا بايت او 1 تيرا بايت، بس ال 1 تيرا بايت مش هيكون موجود عندنا في اغلب مناطق الشرق الاوسط. عندنا كمان دعم لبلوتوث 5.4 الجديد، عندنا دعم للواي فاي 6E، عندنا دعم لتقنيات ال 5G زي ما معروف، عندنا كمان نفس حجم البطارية وسرعة الشحن اللي ما تغيروش من ايام الجالاكسي زي فولد 2، نفس البطارية، ولا من الفولد 3 نفس البطارية بنفس سرعة الشحن. يعني مش عارف يا سامسونج، انا اعصروا على نفسكم ليمونة، خلوا حتى بيشحن زي الالترا. اضاف المرة دي دعم لمقاومة المية والغبار بمعيار IP48. زمان كان او الجيل اللي فات الجالاكسي زي فولد 5 كان بيدعم مقاومة المية والغبار IPX8. الاكس ده كان لمقاومه الغبار، فما كانش فيه دعم مقاومه الغبار، هو كان بس بيدعم مقاومه المايه. دلوقتي بقى فيه دعم لمقاومه المايه والغبار، بس هو الحقيقه دعم مقاومه الغبار ضعيف شويه. عشان تبقى فاهم الفكره، معايير دعم مقاومه المايه والغبار كالتالي: الرقم الاول اللي هو في الغالب في الموبايلات العاديه بيكون رقم 6 معيار مقاومه الغبار، اللي هو الرقم الاول. الرقم الثاني بيكون للميه، فالاجهزه اللي فاتت كانت بتدعم IPX8، دلوقتي بيدعموا IP48. الأربعة دي لمقاومة المية، بدل ما 68 مثلا في المباريات العادية، لا هنا 48. هو هتلخبط، هو أنا بقول إيه؟ الأربعة دي لمقاومة الغبار مش مقاومة، معلش يا جماعة أنا بدأ الموضوع فعلا يلخبط. الأربعة دي لمقاومة الغبار مش مقاومة المياه. لكن في المباريات العادية IP68، فهنا IP48. انت تحس ان هو اقل في كل حاجه، بس هو اقل في مقاومه الغبار بس. بس عموما يعني اضافه مرحب بيها، احسن من الاجيال اللي فاتت اللي ما كانتش اصلا بتدعم مقاومه الغبار، وكان يقول لك في فرش بتطلع التراب ما بين الهنج والكلام ده. على فكره برضو لسه الاجهزه بتيجي بنفس الهنج اللي فات، الزيرو جاب هنج اللي كان بيخلي الجالاكسي فولد 5 بيقفل على بعضه بالكامل وما فيش مشاكل والامور زي الفل. في اضافات بقى في السوفت وير مرحب بيها، زي مثلا وضع الدول ترانسليشن مود او وضع
الترجمة المزدوجة. على فكرة الوضع ده انا كنت نفسي فيه من زمان قوي. الوضع ده بيسمح لنا ان احنا نترجم حاجة على الشاشة الداخلية والطرف التاني يشوفها على الشاشة الخارجية. يعني مثلا انا بكتب وليكن كلمة بلغة ما على الشاشة الداخلية، الشخص اللي واقف قصادي شايف نفس الكلمة على الشاشة الخارجية بس بلغته هو في نفس الوقت، او حتى لو بقول، حتى لو بتكلم وبقول الكلام ده على في نفس الوقت على يعني وانا فاتح الشاشة الداخلية هو هيشوفه على الشاشة الخارجية، ولو هو اتكلم قال حاجة برضه هتبقى مكتوبة قدامي، او لو كتب حاجة على الشاشة الخارجية هتبقى مكتوبة قدامي على الشاشة الداخلية، وده الاثنين هيكونوا شغالين في نفس الوقت. بعض اضافات الجالكسي اي اي الاخرى اللي اتكلمنا عنها في فيديو الاس 24 الترا بقت موجودة هنا، كده كده كانت موجوده في الجالاكسي زي فولد 5 وبقت موجوده هنا. زي ما قلنا اضافات سوفت وير اهمها وضع الترانسليشن مود ده. في كمان شويه تحسينات بقى في دعم فكره التطبيقات المتعدده واوضاع جديده للتنقل داخل النظام. كلها الحقيقه مزايا سوفت وير هتوصل في تحديثات للاجهزه القديمه في الغالب كما تعودنا من سامسونج يعني، ولكن دي ابرز النقاط. للاسف الفولد 6 بيجي بنفس كاميرات الفولد 5 اللي هي نفس كاميرات الفولد 4 اللي هي نفس كاميرات الجالاكسي اس 22. سامسونج فين الكاميرات جماعه؟ مفيش اي تحديث تم على الكاميرات، هي نفس الكاميرات بس سامسونج برضو بتقول ان المعالجه بتاعه التصوير بقت احسن بفضل قدرات معالج السناب دراجون الجديد. خلينا الحقيقه برضو نشوف ده، احنا ما قدرناش نجرب الاجهزه فتره طويله لسه، والحاجات دي بقى بتبان مع التجربه المطوره. فعلى الرغم ان مفيش تحديثات على الكاميرات، لكن سامسونج بتشيد بمعالجه السناب دراجون 8 جن 3. طبعا الكاميرات بس هتبقى بتدعم اوضاع الاي اي الجديده اللي نزلت في سلسله الاس 24 كالعاده. سيم اوبتمايزر اتحسن شويه، بعض الاوضاع لازاله العناصر وماجيك اديتور والحاجات الحلوه دي كلها برضو وصلت للاجهزه القديمه وما الى ذلك. يعني مزايا السوفت وير عند سامسونج سخيه شويه في الموضوع ده. صحيح، والموبايل ده هيكون بيدعم 7 سنين من تحديثات النظام، تحديثات اندرويد 7 سنين من التحديثات، وده شيء لطيف. زي عائله الاس 24 كلها، اس 24 العادي والبلس والالترا بيدعموا 7 سنين من تحديثات النظام. ده طبعا برضو ينطبق على الجالكسي زي فليب 6. الفليب 6 ما حصلش عليه تطورات، يعني خلينا نكون صراحة كده مع بعض، هو بس الموبايل بقى اقل سمكا شوية وهو مقفول، فرق 0.2 ملي عن ما هو مفتوح، وبطارية اكبر. يمكن دي حاجة تغفر للموبايل شوية ان ما حصلش فيه تطورات كتير. البطارية الاكبر دي بقت 4000 ملي امبير بدل 3700، وعلى فكرة ده رقم كويس على الفليب، لان هو موبايل برضو انت بتستخدمه في بعض الاحيان وانت قفله. يعني فليب 5 تجربتي كان بطاريته كويسة، ما كانتش سيئة، هي كانت متوسطة الحال وماشية، يعني موبايل قابل للاستخدام. اظن مع البروسيسور الجديد والبطارية الاكبر الموبايل هيبقى بيصمد اكتر. نفس شاشات الفليب 5 هي ما تغيرش حاجة، ما فيش حاجة اكبر ولا حاجة اصغر ولا الكلام ده كله. الشاشة الداخلية دايناميك اموليد اكس 2، شاشة 120 هرتز، شارب جدا جدا. الشاشة الخارجية ما تغيرتش برضو، فالشاشات هنا ممتازة. هو بس الفرق ان بقى الفليب 6 بيجي ب 12 جيجا بايت رام بدل 8 جيجا بايت رام مع سناب دراجون 8 جن 3. احنا كنا خايفين من ان الموبايل ده ينزل بميديا تك 9300 بلس زي ما اتقال قبل كده، بس على اخر لحظة وفي اخر كل حاجة قال لك لا، الموبايل ده هينزل بسناب دراجون 8 جن 3. ده شيء كويس قوي. الفليب 6 بيجي بذاكره 256 512 جيجا بايت مع وجود نسخه بذاكره اقل 128 جيجا، وكل النسخ ب 12 جيجا بايت رام، وده زي ما قلنا تطور عن الجالكسي زي فليب 5. كمان الجالكسي زي فليب 6 جه بقى بكاميرا جديده اخيرا، 50 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل اللي كانت فيه. دي كاميرا سامسونج بتقول ان هي افضل وبتتعامل مع الضوء بشكل افضل وبتطلع صور احسن وفيها اوتو فوكس احسن وبتنقل تجربه تصوير الفليب حتى افضل. برضو ما نقدرش نتكلم عن الكلام ده كتير الا بعد تجربة مطولة، بس الصراحة يعني هو تطور كويس. انا معرفش ليه ما طوروش كاميرات الفولد، انا الصراحة زعلان. انا من اول الفيديو مش باين لي ملامح، انا مش عارف انا فرحان من ايه وزعلان من ايه. يعني انا مبسوط ان الفولد حصل عليه بعض التعديلات المهمة اللي كانوا طالبينها الناس في التصميم، بس في نفس الوقت زعلان ان ما حصلش تطور مثلا على حاجة زي الكاميرات، وفي نفس الوقت مبسوط ان الفليب بقى سمكه ارفع. على فكره الفولد برضو بقى سمكه ارفع يعني، وحصل عليه تطورات في الرام والكاميرا، بس زعلان ان الموبايل هو ما اتغيرش فيه اي حاجه تاني. ده مش جيل جديد، ما فيش تطورات كبيره من الموبايلات. وخليني اكون صريح واقول يعني الاجهزه القابله للطي والقابله لاي حاجه بقى، اي اجهزه بتطبق تانية غير السامسونج فولد الحقيقه بقت متطوره اكتر من كده بكتير. بجد لازم تصرف، لازم يكون في كده موبايل
يخلي الناس ترجع تقول سامسونج احسن شركه بتعمل فولد. بس على فكره سامسونج برضو من احسن الشركات اللي بتعمل فولد من ناحيه السوفت وير، بس في منافسين دلوقتي. عموما هي تجربه جميله مختلطه. الفليب 6 برضو بيدعم نفس سرعه الشحن، وبيدعم برضو الاي بي 48 الجديد اللي هو دعم مقاومه الغبار والميه. طبعا الميه دعم مقاومه الميه كان موجود قبل كده، دلوقتي اضاف له دعم مقاومه الغبار اللي هو ايه شويه تراب بس جم عليه كده حاجه، لكن مش وقع بقى في طينه لا، يعني هو بس دعم مقاومه الميه الغبار اللي هو شبه بتاع السماعات. بمناسبه السماعات، نفس سماعات الاجيال اللي فاتت، سماعات ستيريو في الجالكسي زي فولد 6 والجالكسي زي فليب 6. الحقيقه الفليب 6 صوته ما عجبنيش قوي، الفولد 6 مش قادر احكم عليه لحد دلوقتي، يعني مش فاكر صوت الفولد 5 قوي، بس ستيل صوته كويس قوي، يعني صوته يعني يقارن بالاجهزه القابله للطي من نفس فئته، وبرده دي حاجه نقدر نحكم عليها في المستقبل. بالنسبه للاسعار، الجالكسي زي فليب 6 سعره 1100 دولار، ده اغلى 100 دولار من السنه اللي فاتت، والفولد 6 سعره 1900 دولار، وده اغلى 100 دولار من السنه اللي فاتت. بالنسبه للاسعار في الشرق الاوسط ما عنديش عنها فكره لحد دلوقتي، ولكن هي دي الاسعار العالميه. بس دي كانت كل حاجه عن اجهزه سامسونج القابله للطي الجديده. ما تنسوش تشوفوا فيديو الاكسسوارات السماعات والساعات وما الى ذلك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.